أسعد الله مساءكم بكل خير. نستمر في هذه الانطلاقات، شوط يتلوه الآخر وينطلق الشوط العاشر وهو شوط الختام، الشوط الثالث للإنتاج وشوط الختام، آخر شوط للإجداع للمحلية السادس هنا في ميدان المصير. نبدأ مع الصدارة ومع المقدمة، ونبدأ مع حاملة رقم 30 إشعار بشريدة على المركز الأول وعلى الصدارة ومع المقدمة. هنا تتواجد عالية خالد بن جلال الله بن سالم بن مسعود وبشريدة المري على الصدارة وعلى المقدمة. ثاني المراكز تصل هنا سرابة علي بن متعب مسلي، علي بن متعب بن مسلي العتيبي على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز تصل هنا الشاهينية سالم بن علي بن سالم انشير المري على ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز ورابع التحديات غزالة محمد بن أحمد محمد بن فهد الخاطر. خامس المراكز تصل هنا هيجنها راشد بن علي بن سعيد بن شفيعة لفيدة المري. اتممنا على مسامعكم الخمس المراكز الاولى الفايف ستار، قطعنا اول كيلو مترات، يتبقى خمسة كيلو مترات. اين سوف يذهب هذا الشوط؟ يتجول بين المشاركين، ولكن نعود الى المقدمة ونعود الى عالية. خالد بن جلال الله بن سالم بن مسعود بشريدة المري على المركز الاول والصدارة، يتربع على عرش الصدارة. ثاني المراكز تصل هنا الشاهينية سالم بن علي بن سالم انشير المري على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز وثالث التحديات تصل هنا مناوية ناصر بن سعيد بن علي آل الشيبة المرية. رابع المراكز تصل هنا الهاربة حمد بن سالم بن علي بن حمد آل لنقح المرية. خامس المراكز تصل هنا غزالة محمد بن أحمد محمد بن فهد الخاطر. نعود إلى المقدمة ونعود إلى الصدارة إلى مناوي الشيبة، ناوية علانية مناوية على المركز الأول والصدارة، ناصر بن سعيد بن علي الشيبة المرية. ثاني المراكز عالية تتراجع قليلا عن الصدارة وعن المقدمة، خالد بن جلال بن سالم بن مسعود وبشريدة المرية. ثاني المراكز وثالث المراكز تتواجد هنا الهاربة حمد بن سالم بن علي بن حمد آل لنقح المري. خامس المراكز ورابع المراكز الشاهنية سالم بن علي بن سالم انشير المري، يتواجد على رابع المراكز. خامس المراكز غزالة محمد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر. أعدكم بأسماء سوف يحن موعد دخولها عند الأمتار الأخيرة، سوف تتواجد عند الأمتار الحساسة. نعود إلى مناوي على المركز الأول، مناوي والهاربة في صراع ثنائي، ولكن مناوي هي التي تتقدم على المركز الأول. ناصر بن سعيد بن علي الشيبة المرية. ثاني المراكز تصل هنا الهاربة حمد بن سالم بن علي بن حمد اللنقح المري على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز تصل هنا الشاهينية سالم بن علي بن سالم انشير المري. رابع المراكز اول نداء لفوارس علي بن محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري، يتواجد على ثاني المراكز ورابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز وخامس التحديات تصل هنا الهدارة ناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي على خامس المراكز وخامس التحديات. يا سلام
الله نعود إلى الأربع المراكز الأولى في موقع واحد يحتار هذا الناموس مربعا جميل، أين سوف يذهب هذا الناموس؟ ولكن لا تزال مناوي على المركز الأول والصدارة، أين سوف يذهب؟ شوط الختام، شوط الختام وختامها مسك يا مضمرين يا عمالقة، مناوي على الصدارة تسير بخطى ثابتة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى كلمة الناموس. ولكن الله الشاهينية سالم بن علي بن سالم أنشير المري يصل بن قطفها فوارس بن قطفها علي بن محمد بن راشد بن علي بن قطفها المري رابع المراكز. تصل هنا الهدارة ناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي خامس المراكز، الشهامة فرج بن هادي بن فرج بن حفار المري بمتابعة سعيد بن علي بن حفار المري. يا سلام الله، بدت الأسماء بالظهور، بدت الأسماء تأتي من الخلف، يا سلام يا مناوي، لا تزال مناوي الشيبة ناوي على نياها على ظهر مناوي. المركز الأول مناوي ناصر بن سعيد بن علي الشيبة المري، ولكن الشاهينية على ثاني المراكز أول المهددات. هنا الشاهينية سالم بن علي بن سالم أنشير المري ثالث المراكز. تصل هنا الهدارة ناصر بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي يصل 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 بن حفار بن حفار يصل. تصل هنا الشهامة، الشهامة تصل فرج بن هادي بن علي بن حفار المري. نرى القدوم، نرى القدوم من قبل معزة، معزة بن ملهية تصل على خامس المراكز. يا سلام الله، الشهامة تقلب هذه الموازين وتسحب البساط من جميع المتقدمين وتتقدم وتمسك هذا المركز، مركز الصدارة المملوكة لفرج بن هادي بن علي بن حفار المري. ثاني المراكز مناوية ناصر بن سعيد بن علي الشيبة المري، الشاهينية تصل سالم بن علي بن سالم أنشير المري، ولكن رابع المراكز تصل معزة علي بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية المرية. خامس المراكز هيجنة تصل راشد بن علي بن سعيد بن شفيع المرية. ونرى القدوم من أشعار بن ذروة حاملة الرقم 31. يا سلام، تصل هنا شقة لعلي بن صالح بن علي بن علي بن جابر بن صالح آل معيان المرية. ولكن نعود، نعود إلى الشهامة، الشهامة 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 فرج بن هادي بن علي بن حفار المرية بمتابعة عملاق المضمرين سعيد بن علي بن حفار المرية. تحرك بن حفار، الجماعة غادمين، الجماعة غادمين، ولكن الله يا الشهامة، الشهامة الشامة الشامة أتت تراب الأمتار الحساسة واخترقت جميع الصفوف وذهبت بالناموس لتقدمها بكفيها المحناة إلى سعيد بن علي بن حفار المري. لا غريب على هذا الشعار، لا غريب على هذا الشعار، يقلب موازين هذه الأشواط بالأمتار الحساسة. تهانينا والمبروك لفرج بن هادي بن علي بن حفار المري ثاني المراكز. تأتي صملة محمد بن راشد بن ثلاب بن قليميد الهاجري ثالث المراكز. تصل هنا شقة علي بن جابر، علي بن صالح بن جابر آل عيان المريه